كسر عند ابوي، وتقول كانه اول ما كان شايفني هذا الشيء. الحين أنا هي مقدمه للاذكار المضاعفه، عطني علمي في شقي الدكتور اسمع بسرعه. ما هو الذكر المضاعف؟ ومتى يقال؟ وما فضائله؟ وهل يفترق الذكر المضاعف عن الذكر المفرد؟ كلنا نعرف الاذكار المفرده، سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اكبر، هذه اذكار ايش؟ مفرده، وفضلها عظيم واجرها كبير. الاذكار المضاعفه عبارة عن ألفاظ أقل وأجر أكبر. وأيهما أفضل، الذكر المفرد أو المضاعف؟ في غير وقت ذكر معين، يعني بعد الصلاة ما تجي تقول بقول أذكار مضاعفة، قولي أذكار بعد إيش؟ الصلاة، الصباح، المساء. الأذكار المضاعفة أعظم أجرا من الأذكار المفردة، لأن فيها من الثناء على الله ما ليس في الذكر إيش؟ المفرد. ما هي؟ أقول لكم ست صيام. اولا، تذكرون حديث جويريه بنت الحارث لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاه الصبح، وجويريه عندها حصى وتسبح بهالحصى وكانت عابده رضي الله عنها، جلست تسبح من بعد صلاه الفجر الى ان ارتفعت الشمس. يعني كم ساعه؟ يعني ست ساعات. اذا صلت الفجر الان، لو صليت الفجر الان 50 من الصلاه 38 دقيقه، تقولي خلصتي 4 وربع، 5 وربع، 6 وربع، 7 وربع، 8 وربع، 9 وربع، 10 وربع، ارتفعت الشمس قولي على 11، يمكن 6 ساعات وايش؟ ونيف، وهي قاعده وايش؟ ما تحركت من مصلاها، قاعده سبح. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ورجع بعد ان ارتفع النهار، طلعت الشمس وارتفع، حتى جاء في بعض الروايات حتى قربت الشمس على الزوال. فقال: اما زلتي على حالك منذ ان تركتك؟ قالت: نعم. قال: قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلتي لوزنتهن. يعني سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، تعدل تسبيح ست ساعات. طب أربع ثلاث مرات تقولين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد، مهم من أذكار الصباح والمساء في كل وقت وقت. لا لا، قصدي هي الآن هم يقولونها، ليش هم حطوها بأذكار الصباح والمساء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل عليها أم المؤمنين في وقت النهار. بوب الإمام بن حبان باب على هذا الذكر، قال: باب استحباب هذا الذكر في كل وقت، لكن العلماء جعلوه في مقتبل الصباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند ارتفاع النهار وانت قائم وانت قاعد: سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، كأنك سبحت ست ساعات. الشكور يعطي عظيم الأجر على هذا. هذا واحد من نماذج الذكر إيش؟ المضاعف. النموذج الثاني، أخرج البيهقي في سننه من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على أبي أمامة وهو يحرك شفايفه بالذكر، زي ما تقولين قاعد يحرك، قال: ما تقول يا أبا أمامة؟ قال: أذكر الله. قال: ألا أدلك على ذكر إذا قلته كان لك أجر النهار وأجر الليل؟ ذكر مضاعف إذا قلته مرة كأنك ذكرت الله طول نهارك وطول إيش؟ ليلك. ما هو هذا الذكر؟ قال: سبحان الله وبحمده عدد ما في الأرض، عدد ما خلق وملء ما خلق، وسبحان الله وبحمده عدد ما في الأرض والسماء وملء ما في الأرض والسماء، وسبحان الله وبحمده عدد ما أحصى كتابه، وسبحان الله وبحمده عدد كل شيء وملء كل شيء، والحمد لله مثل ذلك. الحمد لله عدد خلقه، الحمد لله ملء خلقه، الحمد لله ملء ما في السماء وعدد ما في السماء والأرض، الحمد لله ملء ما في السماء والأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ما أحصى كتابه ما فيها ملء، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه ما فيها ملء ما أحصى كتابه. هذا الذكر أرسله لكم أفضل من ذكر الليل وإيش والنهار. إذا فيه مر أنت كثير منه إيه؟ على الأقل، بس إيه، بس أنت يا أسماء هذا الذكر أفضل من مجرد الذكر إيش؟ المفرد. هذا الذكر يسمونه الذكر المضاعف. إذا جبنا الآن كم نموذج؟ نموذجين. النموذج الثالث، لا
لما صلى صلى الله عليه وسلم الصلاة، صلى معه رجل، فيوم دخل في صلاته حتى جاء في الرواية أنه جاءه إيش يلهث يركض، قال الحمد لله حمدا، الحمد الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة، يوم انتهى من صلاته صلى الله عليه وسلم. هذا في دعاء الاستفتاح. قال أيكم قال هذا الدعاء؟ سكت وخاف أنه إيش غلطان. قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. ابن عمر روي الحديث يقول فما تركتها بعد أن سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا قال الحمد لله كثيرا قال الله اكتبوا لعبدي رحمتي كثيرا. قلت الحمد لله كثيرا قال الله اكتبوا رحمتي، مبي رحمة، الرحمة إيش الكبرى. صار عندنا كم صيغة؟ أربع. الصيغة الخامسة النبي صلى الله عليه وسلم صلى، جزاهم الله خير الصحابة، جزاهم الله خير الصحابة. الحمد لله يعني من أدعية الاستفتاح، الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة، بس لا قوليها خارج الاستفتاح، يعني هذه من الأذكار إيش فتحت لها أبواب، مهوب لأجل أنها قالها في صلاته بس لأن الذكر وفق فيه. الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فصلى معه رجل، فلما رفع قال سمع الله لمن حمده، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذه أيضا من الأذكار العجيبة، أنك ستجدين أن الأذكار المضاعفة مرتبطة بإيش؟ التسبيح والتحميد. التسبيح والتحميد، عجيب التسبيح والتحميد. الحين بأختم بهالأشياء. فقال انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، فقال أيكم قال في صلاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فاستحى الصحابي سكت. قال عجبت لها لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا، كلهم يريد أنه إيش يكتبها، كلهم يريد. إذا ذكروني سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمد عدد ما خلق وملأ ما خلق إلى آخر الحديث وبرسلكم إياه. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذه الأذكار الخامس. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، من استغفر كتب له بكل مؤمن ومؤمنة إيش حسنة. يا بنات، لأن الآن صاير ينتشر في فتوى لابن عثيمين، واحدة أرسلت أن عدد الكون وملء الكون ما في سنة يغني عن الاجتهاد. ليش أنا اجتهد من رأسي وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله نصوص جاءت فيها فضائل، لكن خليها وقتك. لماذا التسبيح والتحميد كان له هذا الأمر العظيم في الأذكار إيش المضاعفة؟ أوصى نوح ابنه، النبي صلى الله عليه وسلم ينقل عن نوح، أوصى نوح ابنه بأمرين ونهاه عن خلقين. قال نوح لابنه يا بني قل سبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، والطير صافات كل قد علم صلاته. قال نوح، يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نوح، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء.